طيب السكشن اللي فات احنا شفنا الريجستر، المرة دي هنشوف اللوجن اللي هو قايم على ايه، على التوكن بيزد اوثنتيكيشن. اوكي طيب، اول حاجة انت لو ريكوست طالب لوجن، يعني كتبت الايميل والباسورد عندك وبعت ريكوست، فالمفروض الريكوست اول ما يجي هنا هيتهندل بالفانكشن او بالميدل وير ديت. ادي الميدل وير بتاعتنا، هتستقبل الريكوست وهترجع response. طيب الأول أنا عايز أتشيك بالفاليديتي بتاع الإيه، الإيميل والباسورد المبعوتين. يبقى نفس الكلام، هتعديها على الميدل وير إيميل والميدل وير إس باسورد. طيب لو في errors أو validation مش تمام، فأول حاجة هنعملها نتشيك الإيه الفاليديشن. هنعمل try patch بس، وهنكوبي من فوق لان احنا عملناها ومش هنعملها تاني يعني. طيب هنيجي في الريجستر اهو، تشيك الفاليديشن ريزلت. طيب يبقى تراي اول حاجة هنشيك الفاليديشن ريزلت. طب الكاتش، بس الكاتش لو في اي ايرور، فاحنا برضو كنا عاملين الكاتش اهي. تمام كده، هنيجي في ان شاء الله لو في اي مشكله اطبع لي الايه البروبلم اللي عندي. طيب هنتشيك الفاليديشن ريزلت، لو في اي مشكله هنرجع ريسبونس بالمشكله اللي حصلت عشان يصلحها. طيب تاني حاجه، دلوقتي انت بتعمل لوجن، يعني عايز تتشيك ان الايميل بيساوي ايميل يوزر عندك والباسورد بيوازي نفس الباسورد بتاع اليوزر ده، فانت هتتشيك الاول على الايميل. يبقى نفس اللي كتبناه فوق، تشيك الايميل بس العكس. هنا كنا بنتشيك لو الايميل موجود اوريدي فهنقول له ايه، مش هينفع اكريت يوزر جديد بنفس الايميل. لا ده العكس، انت بتلوجن فانت بتقول لو هتتشيك الايميل موجود، يعني اليوزر ده موجود بالايميل ده ولا لا. لو موجود يبقى تمام، لو مش موجود يبقى ايه، يبقى هترجع له ريسبونس تقول له الايميل او الباسورد رونج او انكوريكت او نوت فاوند او اي حاجه. اوكي بقى ناخدها كوبي كده ونيجي هنا نقول له ايه، تشيك الايميل. هنشوف اليوزر اللي بالايميل ده، وير ان الايميل بيساوي الايميل المبعوث في الداتا في الريكوست بودي. طيب لو اليوزر ايكوال نل، يعني ملقاش يوزر بالايميل ده، خلاص فهنبعت له اقول له ايه، ايميل اور باسورد incorrect او not found او اي حاجة. اوكي طيب يبقى دي اول حاجة تشكنا فيها الايميل، وطبعا ما ننساش return هنا. طيب تاني حاجة هتتشيك الباسورد بالباسورد. طيب الايميل طلع تمام، المفروض كمان الباسورد يماتش، يبقى الباسورد اللي مبعوت لك في الريكوست بودي يماتش الهاشد باسورد بتاع الايه بتاع اليوزر ده. طب ازاي هماتش بلان تكست باسورد بهاشد باسورد؟ يقول لك لا، ما انت البلان تكست باسورد هتعمل له هاش وتقارن التو هاش باسوردز ببعض، مش العكس. يعني مش تاخد الهاش باسورد ترجعه بلان تكست، لا. ففانكشن بسيطة خالص هتقول له اف ايه، الفانكشن دي هترجع ترو او فولس، يعني التو هاش هياخد البلان تكست هاش ويشوف بقى ماتشنج. لو الاثنين ماتشنج بعض هيرجع ترو، لو الاثنين ما عملوش ماتشنج هيرجع فولس. هنقول له اويت باي كريبت، الالجوريزم اللي عمل هاشينج دوت كومبير. كومبير ده بياخد ايه؟ هي كومبير ده بياخد البلان تكست يعمل له هاشينج ويقارنه بالهاش. يبقى اول بارامتر بياخد البلان تكست العادي، البلان تكست اهو. اوكي طيب البلان تكست هلاقيه فين؟ الداتا دوت باسورد اللي مبعوت لي في الريكوست، هقارنه مع مين؟ مع الانكريبتد او الهاشد ايه سترينج اللي هو متخزن تبع اليوزر اللي انا عندي. فاليوزر دوت ايه باسورد اللي هو يعتبر ده. اوكي طيب فهيعمل ده، البلان تكست يحوله هاش نفس الطريقه ويقارنه بالايه بالهاش باسورد ده. فالنتيجه لو ماتشنج هيرجع ترو هنا. انا عايز العكس، اف نوت ماتشنج، يعني لو ما عملش ماتشنج يبقى الايه ايميل والباسورد از نوت كوركتبل. يبقى هنعمل ايه لو نط كده،
هنحط ده كله مثلا في ايه، في براكتس كده. يعني if not matching، لو ما عملش matching ايه اللي هيحصل؟ هنبعت ايه؟ نفس المسج ايميل او باسورد نوت وريتيرن طبعا ما ننساش. طيب هنا بقى يبقى انت كده تمام، يبقى كده انت اتأكدت ان الايميل تمام وتأكدت ان الباسورد تمام. فاضل انك تعمل ايه؟ ترجع له ال JWT توكن. ايه ده يعني ايه؟ تعال بقى واحدة واحدة كده ونفهم الكونسبت بتاعها. بيقولك انت الاوثنتيكيشن بتاعك هيبقى مبني على توكن بيزد، اوكي، مش السيشن او حاجة زي كده. احنا هنشتغل توكن بيزد اوثنتيكيشن. اللي هيحصل ايه؟ السيرفر عايز يتأكد انك شخص اوثنتيكيتد، يعني بعد ما تعمل لوجن بعد كده اي ريكوست تطلبه تبقى اوثنتيكيتد قصاده، معناها انك لوجن يعني لوجد ان يعني. اوكي، ما ينفعش تنفذ اي فانكشن في الابلكيشن بتاعنا الا لما تكون لوجد ان. فاول حاجه الكلاينت هيعمل لوجن، هيبعت اليوزر نيم والباسورد او الايميل والباسورد. السيرفر هيعمل ايه دلوقتي؟ هيتشيك ان الايميل والباسورد تمام زي ما احنا عاملين حالا اهو الحته دي. طيب بعد كده من اول هنا بقى هيبدا يكريت الجي دبليو تي ايه توكن، الجي دبليو تي توكن اللي هو الجيسون ويب توكن. طيب ويرجعه لليوزر في الريسبونس. اوكي، ممكن نرجعه عادي او انكريبتد، هنا طبعا يفضل انكريبتد بس احنا هنرجعه عادي يعني. طيب هيتخزن عند مين؟ عند الكلاينت. بعد كده اي ريكوست طالبه من السيرفر، طالب بيعمل يأد حاجه يديليت حاجه اي حاجه بقى طالبها، فاي ريكوست طالب يعمله هيبعت في الهيدرز الايه؟ التوكن ده الجي دبليو تي توكن. فالسيرفر هيعمل ايه؟ الحقيقه دي غلط، مش هيكمبير الجي دبليو تي توكن، لا هيتشيك الفاليديتي بتاع التوكن ده، هل هو valid ولا لا. ازاي؟ هنقول، بس يعني ده اللي بيحصل انه بيتشيك التوكن ده valid ولا لا. لو valid يبقى ايه؟ يبقى اليوزر ده كانه ايه؟ logged in و authorized انه ينفذ اي عمليه، يبقى الريكوست المبعوث هنفذه له، هرجع له بقى الريسبونس بالحاجه اللي كان طالبها. يبقى ده الفلو بتاعي او الورك فلو او الشكل اللي هنعمله. طيب التوكن ده بقى نفصص كده كام معلومه مهمه عنه. التوكن ده مش بيستورد فين؟ في السيرفر سايد، بيتخزن بس في الايه؟ في الكلاينت سايد. شفت احنا بنقول هنا كرييت الجي دبليو تي ما خزنهوش، وهنا انت مش بتكمبير، انت المفروض بتتشيك الفاليديتي بتاع الايه؟ الجي دبليو تي. يبقى دي بنسميها ايه؟ الستيتلس بروسيس. يبقى التوكن بيزد اوثنتيكيشن ده ايه؟ ستيتلس. يعني ايه ستيتلس؟ يعني التوكن ما بيتخزنش في السيرفر سايد، ما بنخزنهوش هنا، بيتخزن في الايه؟ في الكلاينت سايد. ده معنى ستيتلس، عكس مثلا السيشن. السيشن المفروض بيتخزن في السيرفر. طيب تاني حاجة، الحقيقة ان التوكن ده احنا قلنا بنشيك الفاليديتي بتاعته. بيتشيك الفاليديتي ازاي يعني؟ انا مش فاهم. اذا كان هو مش مخزن عندك هتقارنه بايه؟ او هتتأكد ازاي ان التوكن ده سليم؟ ما انت ممكن تلعب في التوكن ده او تغير التوكن ده، عبارة عن سترينج كده، ما انت ممكن تغير اي بيانات فيه يعني وتبقى. فازاي ده بيتشيك انه التوكن صح وفاليد؟ دي مهمة جدا، لان على اساسها انت هتاكسس الابلكيشن وتبقى كانك لوجد ان، يعني هتقدر تنفذ اي عملية. طيب فدي بنقول حاجة اسمها signed with secret ايه key كده، او secret string. اوكي، يبقى الحقيقة ان التوكن ده بيحصل له verification وكان بي trusted by server، يعني هو بيعمل له verification وبيتأكد ان هذا التوكن valid وانه trusted by server. خد بالك ان الميزه انك ما تخزنش في الداتابيز مثلا وتقعد تقارن وكده. هو ممكن يتخزن في الداتابيز، يعني مش بنقول يعني هو التوكن ده سترينج، انت ممكن تخزنه في اليوزر تيبل يعني عادي، لكن مش ده، مش افضل حاجه يعني، مش ده الوظيفه. انت كده ما بتستفدش بالادفانتجز بتاعت الجيسون ويب توكن. اوكي، في حالات معينة ممكن تخزن كمان التوكن، يعني تبقى مهمة لو انت مثلا عايز تعمل ريفوك للتوكن ده لسبب من الأسباب، فبتخزنه عشان تقدر تعمل ريفوك، يعني دي حالات سبيشال كيس.
البوينت اللي بعد كده بنقول التوكن ده عبارة عن string، فالstring ده بنسميه opaque or self contained. يعني ايه؟ يعني opaque يعني ممكن يبقى توكن random numbers كده، random strings وخلاص. اوكي طيب، او الاهم بقى واللي احنا هنستخدمه self contained. يعني ايه self contained؟ يعني التوكن ده شايل داتا، داتا تعبر عن مين؟ عن الكلاينت. ودي الميزة، دي الميزة اللي فيه، انك التوكن ده اللي بيتكريت بيبقى embedded جواه بيانات للايه؟ لليوزر، يقدر يستخدمها الكلاينت ايه عنده. اوكي يبقى بس ممكن يبقى الحالتين، يبقى ممكن يبقى اوبيك يعني اللي هو random number كده ما فيهوش اي داتا، او self contained يعني شايل داتا لليوزر ده. اوكي طيب، ودي اللي هنستخدمها. اوكي طيب طيب يبقى لو هو self contained دي بنسميها ايه؟ شايل حاجة اسمها payload. اوكي payload ده اللي هو الداتا بتاعت اليوزر، او الداتا اللي انت حطيتها جوه التوكن ده، وعادة بتبقى عن اليوزر ده. اوكي طيب، اخر حاجة بنقولها ان التوكن ده ماله؟ بيتبعت في الهيدر، في هيدر اسمه ايه؟ authorization. اوكي دي كل المعلومات اللي حابك تبقى عارفها عن التوكن. التوكن بقى بيتكون من ايه؟ بيتكون من الحتت دي. تعال نشوف اي جيسون ويب توكن الاستراكشر بتاعه عامل ازاي. فبيقول لك الاستراكشر بتاعه بيبقى فيه الهيدر والبيلود والسيجنتشر. طيب البيلود هي الداتا اللي لسه قايلين عليها اللي هي سيلف كونتيند. طيب الهيدر ايه؟ السيجنتشر هي ايه؟ اللي احنا بنقول بيها بيفيرفاي التوكن اللي احنا قلنا عليها، بيساين وذ سيكريت ايه؟ كي او سيكريت سترينج. طيب والهيدر، الهيدر ده الالجوريزم اللي انا بانكريبت بيه الليله دي كلها يعني. اوكي طيب، فخلينا نمشي واحده واحده كده. بيفصل التلات معلومات دول عن بعض بايه؟ بدوت. فلو جينا كده بصينا، دخلت على gwt.io هتلاقي مثال ده التوكن بتاعي شكله كده. التوكن ده هتلاقي فيه دوت اهي، بتفصل اول حته الهيدر، خليني سوري، وتاني حاجه الداتا اللي هي البيلود، تالت حاجه السيجنتشر. طيب الهيدر عباره عن ايه؟ اهو بيقول لك الهيدر بيبقى شايل حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ اللي هم الالجوريزم اللي بيعمل بيه انكودنج التوكن ده، والايه، ونوع التوكن. النوع مع التوكن ليه انواع، احنا بنستخدمين الايه؟ جيسون ويب توكن. تمام كده. طيب يبقى ده جزئيه الهيدر فيها الالجوريزم والتايب بتاع التوكن. التاني حاجه اللي بنسميها البي لود، بيلود اللي هي ايه؟ سيلف كونتيند، اللي هي الداتا اللي انت بعتها عن اليوزر. فهنا مثلا بعتين ايه؟ النيم بتاع اليوزر، مش عارف ايه اي بيانات عايز تبعتها، دي بنسميها بيلود داتا. طيب اخر حاجه السيجنتشر، فيريفاي، ده اللي بنتاكد، ده اللي بيتاكد بيه السيرفر ان الجي دبليو تي ده، الجي دبليو تي ده valid، وانه trusted by server. اوكي طيب اللي بيحصل ايه؟ ان انت اللي بيحصل انك بتاخد الهيدر مع البيلود الاثنين مع بعض، وبتاخد السيكريت توكن ده وبتنكريبت بيه. مين اللي حافظ بس السيكريت توكن ده او السيكريت سترينج؟ متخزن في السيرفر. فاهمين حاجه؟ دي اهم معلومه. تاني انا بتاكد ازاي ان التوكن ده هو ممكن اعدل فيه؟ ازاي قال لي ان في غلط وان invalid signature؟ ان جه يديكود هذا التوكن لقى ان ال ديكوشن ال ديكودنج بتاعها ما نفعش. ليه؟ لان انت اخدت الهيدر بلس البيلود وعملت له ايه؟ وعملت له حق يعني، عملت له اخدت الهيدر ده الجزء ده وعملت له انكودنج، اخدت لبيز 64 لبيز 64، واخدت البيلود الداتا اللي كانت موجوده دي عملت لها انكودد لبيز ايه 64، ورحت اخدت الهيدر واخدت البيلود الاثنين زائد سيكريت سترينج هو متخزن في الايه، في السيرفر، حط التلاته مع بعض وعمل انكودنج.
جميل. طيب لو وبعت لك التوكن ده، هتقدر انت تعمل له ديكودنج؟ تعمل له ديكودنج، انت معاك السيكريت توكن ده، السيكريت توكن ده متخزن في السيرفر، فاهم قصدي؟ طيب فالحل ايه؟ اي توكن يعني حد عدل فيه او اتاكر عدل فيه، هيجي السيرفر يعمل ايه؟ يجي يعمل له ديكودنج بمين؟ بالسيكريت سترينج اللي عنده، هيلاقي ما عملش ماتش، يبقى في حاجة ايه؟ في حاجة غلط، في حاجة غلط. استخدم ال verify signature او ال token او ال secret string، ما قدرش انه يعمل verifying لل token ده. اوكي، ده بشكل عام، مش هندخل في تفاصيل اكتر من كده. تعال نعمل implementing للكلام ده. يبقى اول حاجة هنعملها هي ايه؟ اول حاجة هنعملها زي ما شوفنا كده في الصورة، ان انت محتاج الايه؟ السيجنتشر ده. عشان تعمل السيجنتشر ده محتاج ايه؟ انك تعمل السيكريت سترينج بتاعك او السيكريت توكن. اوكي، عشان اللي بيه هتنكود الهيدر والايه والبيلود. طيب تعالى كده، اول حاجة هتيجي في الانف ده، فاكرين الانف، وهتضيف التوكن السيكريت. طب تجنريت ازاي توكن؟ يعني تجيب ازاي سيكريت سترينج كده؟ ممكن تحطه بايدك، يعني ممكن تقول توكن سيكريت مثلا، و تدي له اي جملة، اي جملة عندك كده. بس كل ما تبقى سكيورد اكتر، كل ما الدنيا تبقى افضل طبعا. فانا عايز اجنريت الحقيقه سيكريت توكن كده، يبقى ايه؟ طويل قوي، باستخدام ايه؟ الحقيقه باكج اسمها ايه؟ كريبتو. كريبتو دي باكج تبع الباك اند اصلا، النود، يعني مش هتعملها داونلود ولا حاجه، وهتستخدم. طيب فتعال في اي سي ام دي كده، واكتب اللاين دوت. اللاين ده هيعمل لي ايه؟ هي امبورت الباكج دي، وهيعمل راندوم 64 ايه كاركتر. اوكي، راندوم بايتس، وهيحولها تو سترينج ايه؟ هيكس. يعني من الاخر هيبقى سيكريت توكن شديد شويه، بدل ما تكتبه انت بايدك. طب عشان نرن ده، يعني ازاي نرن نود من السي ام دي؟ هتقول له نود داش اي، وتكتب اللاين بتاعك ده. اوكي، ريكواير كريبتو، او ممكن تكتبه هنا في اي مكان، ومثلا هنا في الاندكس، وتعمل كونسول دوت لوج، يعني مش حوار. طيب ففعليا هنقول له ايه؟ نود داش اي دبل كوتيشن وكونسول دوت لوج، عشان ايه؟ نطبع هذا الايه اللاين. تعال نقول له انتر، هيجي لي ده اهو السترينج توكن. بدل ما اكتبه بايدي، جاب لي توكن اصلا انكريبتد كده، وصعب يعني، افضل ما تكتبه انت بايدك يعني. اوكي، ده السيكريت كي او السيكريت توكن بتاعنا او السيكريت سترينج. انتر كده، وتعالى خزنه فين؟ هنخزنه جوه الانف بتاعنا. هتيجي كده وتقول له ايه؟ توكن، طبعا هنا يفضل كله كابيتال، توكن اندرسكور سيكريت، سيكريت كي اللي هانكود بيه التوكن بتاعي، الهيدر والبيلود. سيكريت، اوكي، ايكوال، واعمل له ايه؟ بيست كده، بس خلي ده ايه؟ لاين واحد. تمام كده الدنيا. اوكي، انا خلينا نقفل السيرفر يعني، نبقى نفتحه تاني، عشان احنا المفروض نلود الايه؟ التوكن ده. طيب التوكن ده هنلوده ازاي؟ ما احنا كنا واخدين في الكونفيجريشن ان ريكواير دوت انف دوت كونفيج، هيلود كل ده جوه البروسيس دوت انف. اوكي، فانا بقى عندي بروسيس دوت انف دوت ايه توكن اندرسكور سيكريت، هو بنفس الكي ده. طيب حلو كده، هنسيف ده ونقفل الفايل. يبقى ده متخزن بس فين؟ في السيرفر المفروض. اوكي، طيب تعال بقى نرجع لهنا، نكريت بقى الويب توكن. هنكريته ازاي؟ عشان اكريته محتاج ان انا يبقى عندي باكج اسمها ايه؟
جيسون ويب توك، اوكي اللي احنا سطبناها في البداية اللي هي دي جيسون ويب توك. فهنيجي هنا نقول له import للجي دبليو تي equal require جيسون ويب توكن، ده اللي هيكريت لي التوكن فعليا بقى. طيب تعالى نمسك هنا واحدة واحدة بقى. انت عايز ممكن تكريته هنا على طول او نعمل function تحت نكريت فيه، فممكن نسمي هذه الفانكشن مثلا generate access token. طيب انت هتعمل function ازاي؟ بالـ ES6 syntax اللي هو arrow function يعني equal function. طيب وهنا هتستخدم الـ ايه؟ الـ GWT علشان ايه؟ تكريت التوكن. خلينا نكتب الفانكشن دي الأول وبعدين نعمل لها كول هنا. طيب هنا انت هتبعت ال data اللي عايز تحطها في البي لود بتاعك، اوكي ال data اللي انت عايزها في البي لود بتاعك. اوكي طيب ال data دي اللي هي عن ال user عادة، اوكي فهتقول له هنا user data وهتبقى مثلا من نوع object. اوكي طيب وتعالى هنا انت هترتيرن الجنريتد توكن، يبقى في اول حاجه ايه ريتيرن. طيب وهتستخدم الباكج بتاعتك جي دبليو تي دوت اي ساين. احنا عشان نعمل السيجنتشر بتاعنا محتاجين ايه؟ نعمل ساينينج. اوكي السيجنتشر ده اللي هي اخر السيجنتشر ده كريته ازاي قلنا هنعمل ساين. اوكي طيب هتساين ايه؟ يعني هناخد الهيدر نخليه بيز 64 وناخد البيلود نخليه بيز 64 ونعمل ايه؟ ونضيف التوكن سيكريت بتاعنا، التوكن سيكريت اللي احنا حطيناه هنا. يبقى اول حاجه هتقول له اليوزر داتا اللي هو مين؟ البيلود. طب والهيدر؟ الهيدر هو هيكريته بنفسه اذا كان هو الجي دبليو تي هيستخدم الجوريزم معين وهو عارف ان التايب التوكن اللي هيطلع جي دبليو تي، فالهيدر هو هيكريته مفيش مشكله، هيكريت الهيدر ويعمل له ينكود لبيز 64 وهياخد البيلود بتاعه وايه ويحوله بيز 64. يبقى كده معاه حاجتين، محتاج مين تالتهم؟ التوكن سيكريت يضيفه ليهم ويعمل انكريبشن اللي هو السيجنتشر. طيب سيجنتشر هو سايننج الاتنين دول مع السيك مع السيكريت توكن، اوكي او التوكن السيكريت يعني. طيب اجيب منين التوكن؟ بروسيس دوت ان وانا مسميه ايه هنا؟ توكن سيكريت. اوكي دوت توكن سيكريت. طيب واهم حاجه بتقول له الاكسبيريشن ديت بتاع التوكن، التوكن ده بيبقى ليه اكسبيريشن ديت، اوكي بعده بيبقى كأن التوكن انفاليد ولازم يبقى كل ما يبقى اقل يعني في المده بتاعته هو افضل يعني. اوكي في حاجه اسمها ريفريشنج بس احنا مش نرفرش التوكن بدل ما يكسباير ويلوجن من جديد، بس دي احنا مش هنتكلم عنها. عندي حاجه اسمها ايه اكسبايرز ان وتدي له هاي اكسباير بعد مدة قد ايه، فهنسميها 1800 مثلا سكند، ما يعادل نص ساعة تقريبا. اوكي طيب جميل كده، يبقى بنعمل سايننج يعني بنكريت السيجنتشر. السيجنتشر ده بيكريت ازاي؟ بياخد الهيدر هو هيكريته اصلا ويحوله بيز 64، بياخد البيلود الداتا اللي انت عايز تحطها اهي ويحولها بيز 64 ويضيف عليها ايه؟ توكن سيكريت اللي محدش يعرفه غير متخزن في الباك اند بتاعي بس، ياخد كل الثلاثه دول مع بعض ويعمل له ايه ساينينج. مين المعلومه اللي ناقصه؟ التوكن سيكريت مش مع حد. اوكي طيب اليوزر داتا البي بيلود ما يفضلش انك تحط فيه داتا سيكريت، يعني مثلا اليوزر اللي راجع لي ده ممكن تبعت اليوزر ده كايه كاوبجكت هنا، بس هنا ساعتها ايه الاي دي بتاعه في البرايمري كي هيرجع والنيم والايميل والباسورد،
لا انت بتحط داتا بت identify اليوزر ده، ولكن ايه ما تبقاش critical قوي كده زي الباسورد. تمام. طيب فانت هتيجي هنا، كل اللي هنعمله ان هنكول هذه الفانكشن، يبقى الفانكشن دي هترجع لي التوكن، احنا هنعمل لها فقط كول، هنقول له constant token equal ايه generate access token، ونبعت لها ايه البيلود بتاعي. الحقيقة اللي يهمني اسم الشخص عشان ممكن يستخدمه في الفرونت اند، و الايميل بتاعه لان دي حاجة يونيك، وتالت حاجة الرول، لان برضو ممكن بيه مش ممكن بيه، ده اللي هنعمل بيه ان احنا الرول هنستخدمه في ان احنا نقدر نعمل نستخدمه في الرياكت يعني لما يجي وقته. مهم قوي ان ابعت الرول. طب وانا هبعت الرول ازاي؟ ده هو اصلا تيبل اليوزر في الاي دي والنيم والايميل والباسورد، ولو جينا كده هتلاقي ايه مفيش الرول، لكن في اليوزر ايه تايب اي دي. فانا عايز اعمل جوين تيبل ما بين اليوزر وما بين اليوزر تايب بحيث اجيب الرول بتاعته. يعني مثلا اليوزر الفلاني الاولاني ده اليوزر تايب 1، يبقى ده كفورين كي، فهنروح على اليوزر تايب نشوف ادي 1 يبقى هو ايه بروفيسور، ورجع كلمة بروفيسور انا هرجع وانا اعمل بيها ايه معايا. فعايزين نعمل جوين تيبل سهل قوي، والاو ار ام سيكوالايز سهلها علينا. انت بدل ما اليوزر ده كنا بنعمل ايه، بنقول له يوزر دوت فايند 1 وير الايميل يساوي الايميل، لو لقاه رجع معاه داتا من تيبل تاني اللي هو يوزر ايه. طيب فهنقول له ايه، ممكن بكل سهولة نيجي هنا ونقول له كوما ايه include، فاكرين include ايه؟ تعال بقى هت include record، يعني الريكورد بتاع اليوزر ده هيصاحبه ايه ريكورد تاني من انهي موديل. فبنقول له الموديل اليوزر تايب، هنعمل له import فين اليوزر تايب اهو. لا او ممكن احنا نحطه بايدينا عشان ما نلخبطش الدنيا، بس ما هو المودلز اهو في اليوزر واليوزر تايب التو تيبلز دول. فوانت بتجيب ريكورد من تيبل اليوزر هت انكلود معاه ايه الريكورد، ما هو لكل يوزر رول واحدة اللي هو مين الريكورد ده، فده الريكورد اللي هيرجع. بس عايز مين بقى يرجع؟ مش عايز ده كله، انا عايز بس كلمة رول. فهتقول له ايه attributes، ايه الاتريبيوتس اللي ترجع بس كولوم الايه الرول، بس كولوم الرول. طيب وانت بتكول بقى الفانكشن دي هتبعت ايه اوبجكت كده، هتقول له ايه النيم هيبقى ايه اليوزر دوت نيم. طيب والايميل احنا قلنا هنبعت 3 حاجات، الايميل يبقى اليوزر دوت ايميل، واخر حاجة الايه الرول. فهنقول الرول يساوي اليوزر دوت اليوزر تايب، لانه جاي من تيبل يوزر تايب دوت ايه الرول. اوكي كده. طيب خلينا بقى نبعت الريسبونس في هذا التوكن، فهنقول له response dot status 200 و response dot json، هنبعت التوكن ككي والتوكن كاي value. تمام كده. خلينا نجرب ان احنا نرن بقى، هنقول له npm start. طيب بعد npm start خلينا نيجي هنا ونعمل login بقى، فهنعمل add request وهنسمي login، وهيبقى post وهيبقى نفس ال url ما عدا بس register دي هتبقى login، وهنيجي في ال body بتاع ال post request
وهنقول له الايميل يساوي ايه. خلينا نروح للداتا كده، الايميل اهو، والباسورد هيبقى الباسورد بقى احنا هنكتبه لان هو انكريبتد. طيب الباسورد فخلينا نجيبه من هنا، هو ثابت ما غيرناهوش من ساعتها لكله. طيب خلينا نشوف الداتا تمام ولا لا، رجع للتوكن، خلينا نتأكد ان التوكن ده تمام. يبقى هنيجي هنا ونقول له ادي طلع لي التوكن اللي قبل كده، طبعا ده العادي. طيب فاحنا هنبيست ادي نيم ميشيل والايميل اللي احنا كاتبينه والرول البروفيسور. يبقى احنا كده الاتنين دول issued at و expired at هما بيتضافوا اوتوماتيك يعني. اوكي طيب يبقى الداتا البيلود مظبوط والسايننج حصل له مظبوط. اوكي كده يبقى احنا الدنيا تمام. يبقى اهم حاجة السايننج دي، تعرف انك بيحصل ايه سايننج، بتاخد الهيدر تحول له بيزا راو 60، وبتاخد البيلود الداتا بتاعتك يعني تحولها لبيزا راو 60، زائد الايه التوكن سيكريت اللي محدش عنده علم بيه الا الباك اند بتاعك، وبياخدهم يعمل سايننج بيهم، فيطلع لك التوكن اللي قصادك ده اللي بيفصل الثلاث حاجات بايه دوتس كده، ودي نتيجة السايننج بيبقى بنسميها السيجنتشر. اوكي يعني ده اكيد مش السيكريت توكن يعني. اوكي طيب و expires in ده المدة، كل ما تبقى اقل كل ما يبقى افضل يعني، ما تخليهاش بالشهر ولا السنة، مفيش حاجة زي كده مش صح. اوكي السكشن اللي جاي هنشوف بقى في ميدل وير لما يجي ريكويست معاه التوكن. يبقى اذا احنا محتاجين نشوف التوكن دوت ونفاليديت هذا التوكن، لان احنا مش مخزنينه في الداتابيز، احنا هنفاليديت التوكن منه يجي لي الرول. نقدر بقى كمان مش بس انك تاكسس الفيتشرز بتاعت الابلكيشن بناء على ان انت لوجد ان ولا لا، لوجد ان وايه الرول بتاعك. اوكي طيب شكرا.